بكم مع المحاضرة الثانية من دورة النبر واستقامة الأداء القرآني المقامة وقفاً لروح مؤسسة الأكاديمية الدكتورة انتصار مراد رحمها الله. واليوم هو 27 من يناير سنة 2021. تحدثنا في اللقاء السابق عن مجموعة من المحاور التي تثبت جميعها وجود النبر في اللغة العربية شئنا أم أبينا، فقد خرجنا بنتيجة مؤداها أننا عندما ننطق سواء كنا نقرأ القرآن أو نتحدث بحديث بالفصحى أو بالعامية لا بد أن ننبر. لكن هذا النبر إذا وضع في غير موضعه فإنه، وهذا هو السؤال الذي عليه الجائزة الأولى في لقائنا هذا، ما الذي يؤدي إليه النبر إذا وضع في غير موضعه؟ نستمع إلى أحد الرائعين الذي يعلم يرفع يده. طيب الشيخ وائل، تفضل يا شيخ وائل. طبعا مع ضرب مثال، يعني الذي يعرف يقول يؤدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بحضرتك. هو النبر في غير موضعه إما أن يؤدي إلى اختلال المعنى أو الأداء غير الصحيح للقرآن الكريم، لآيات القرآن الكريم، أو كلاهما معا. نعم ما شاء الله، جميل. طيب أريد مثالا على ذلك. نعم مثال، فقعوا إذا نبرنا على الحرف الأول فقعوا يؤدي إلى اختلال المعنى. ما شاء الله تبارك الله، رائع شيخ وائل مذاكر. نعم الله. ما شاء الله، رائع رائع رائع، كأن ضياء الشمس نيط بنبره وبدر الدجى بين البدائع والنبر. الأمير الأول في هذا اللقاء الشيخ وائل، ويقدم في حلقاته بإذن الله. بارك الله فيك يا شيخ وائل، أحسنت. ربنا يحفظك. آمين وإياك. إذن النبر كما قال الشيخ وائل إما أن يؤدي إلى إخلال بجميع مستويات اللغة، الصرف والنحو والمعنى، وإما أن يؤدي إلى إخلال بفصاحة أداء الكلمة. حتى الإخلال بفصاحة أداء الكلمة هو كثير من الأحيان يتعداها، لكن يعني نضرب عنه صفحا ونقول هو يعني إخلال، يعني حتى ما كنا نقول عنه إخلال رآه الأقدمون أنه أنه يؤدي إلى آثار سلبية في جميع مستويات اللغة. يعني أنا كنت أقول مثلا شيه وشيه، أقول لا تضغط هنا لأنه يؤدي إلى إخلال بفصاحة أداء الكلمة، لكن كلام القدماء وأنهم كتبوا هذه الكلمة بالأداء الخاطئ بياءين دليل على أنه هنا أدى إلى فساد أيضا في المعنى. إذن لذلك نحن نتعلم النبر. محاضرة اليوم هي امتداد للمحاضرة السابقة، وهي بعنوان النبر واللحن. بعد أن ضربنا هذه الأمثلة الكثيرة للنبر، نريد أن نعرف هل ما يقع فيه القارئ من مزالق أدائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعه هي من قبيل اللحن أم لا؟ ولست أنا من سيحكم على ذلك، ولكن نحن سنأتي بنصوص وأدلة ونحكم، نحن أنتم من تحكمون بعد سماعكم لهذه النصوص التي سنوردها عليكم. ومحاضرة اليوم تدور في المحاور الآتية: النبر موجود في كل اللغات، استقامة الأداء القرآني مطلب شرعي، إبطال دعوى من يرى أن اللغة العربية ليس بها نبر، النبر وأحكام التجويد، ونتحدث فيه عن اللحن في اللغة واللحن عند علماء التجويد وحكم اللحن بنوعيه،
كذلك سنتحدث عن أمن اللبس في اللغة العربية بصفة عامة، ثم نختم بمقاييس علماء القراءات للقراءة الصحيحة. وأقول لكم مقدماً، من اقتنع بالمحاضرة الفائتة فهو ليس في حاجة إلى ما سنقوله اليوم، لكن هذا من باب التأكيد ومن باب أن تستطيع امتلاك الحجة التي ترد بها على أي إنسان لا يفهم النبرة ويجهل النبرة وينكر النبرة، فتستطيع من خلال المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية أن ترد عليه. المحور الأول، النبر موجود في كل اللغات. هذا حديث علماء الأصوات، النبر موجود في كل اللغات. معنى ذلك أنه أن العربية ليست بدعا من اللغات في موضوع النبر، كما أنه يوجد في اللغات الأخرى فهو موجود في اللغة العربية. خلاف العلماء حوله، هل هو يؤدي إلى معنى آخر أم لا؟ يعني النبر وحده عندما تضغط في مكان يؤدي إلى معنى، وعندما تضغط في مكان آخر يؤدي إلى معنى آخر أم لا؟ وقد أثبتنا أنه فعلا له دلالة وله وظيفة دلالية في اللغة العربية. طيب نضرب بعض الأمثلة من اللغة الإيه؟ الإنجليزية. مثلا increase. وأقول لكم مقدما، بفضل الله قواعدي التي تحكم النبرة في اللغة العربية تحكمه أيضا في الأمثلة التي سمعتها في اللغات الأخرى ومنها اللغة الإنجليزية. النبر على المقطع الأول معناها زيادة، النبر على المقطع الثاني معناها يزيد. مثلا update هنا نبرنا على المقطع الأول بمعنى تحديث، update بمعنى يحدث. إذن الفرق بين المصدر والفعل والكلمة هي الفرق فقط في الإيه؟ في النبر، كما مثلنا بالعربية في اللقاء الإيه؟ السابق. مثلا segment وسيجمنت، سيجمنت معناها جزء أو قطعة، سيجمنت معناها يقطع إلى أجزاء. مثلا كوندكت معناها سلوك. طيب كوندكت بالنبر على المقطع الآخر الثاني معناها يجري. كذلك كونتنت معناها محتويات. كونتنت معناها بالنبر على المقطع الثاني سعيد أو راض. ذلك كونسورت وكونسورت، كونسورت معناها قرين أو قرينة، كونسورت معناها إيه؟ يرافق. وهناك كثير من الأمثلة التي ستأتي الآن مثل إنسكت وكونتكست، كونتكست مرسل برنت. وإن شاء الله سنستمع إلى الرائعة هيلين التي دائما تساعدني في نطق كلمات اللغة الإنجليزية، لأني لست متخصصا في اللغة الإنجليزية، أنا أحاول فقط، لكن هذه الرائعة هي دائما هي التي تقرأ هذه الكلمات بأدائها الرائع، لذلك أنا قرأت قبلها لأني لا أستطيع أن أقرأ بعدها. تفضلي يا هيلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا هيلين، حياك الله. Increase. Update. Segment. Conduct. Content. Consort. Insect. Context. Morsel. Parent. Include. Obtain. الله 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 الله، رائعة. أيتها الملكة المتوجة، ولما نطقت النبر اعتز واكتسى ضياء وإشراقا كما سطع الفجر. ممتازة يا هيلين، وأنت ملكة الأميرات، وجزاك الله كل الخير. بالمناسبة هيلين هي يعني طفلة نرويجية وهي بنت المدربة الرائعة ميديا، بارك الله فيك يا هيلين. طيب، ولا تعرف في العربية إلا السلام عليكم وحياك الله والقرآن الكريم وقواعد الميزان النبري، هذه الرائعة المتألقة.
هذا دليل على أننا سنتعلم إن شاء الله القواعد ولا نتعجل، هي سهلة ويسيرة. إذن النبر موجود في كل اللغات، والعربية ليست بدعاً من اللغات في ذلك. كذلك هل يشك واحد منا في أن استقامة الأداء القرآني ليست مطلباً شرعياً؟ هل ممكن واحد يقول لا، الشرع لم يطالبنا بأن نقرأ القرآن بأدائه المستقيم؟ الله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يقول عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده، هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أقرأه الله كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. والذي نفسي بيده يقسم إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، يعني نأتمر بما أمرنا به الله تعالى في القرآن وننتهي عما نهانا عنه، وأن يقرأه كما أنزله الله يعني بأدائه المستقيم وتأكيد ذلك ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. وقد رأينا كلام عبد الله بن عباس في اللقاء السابق عن من يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذلك المفسر الإمام البلقيني في تعليقه على ما فعله بعض المتصوف. كذلك قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك الملك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاقرأه كما أقرأك. هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن كما قرأه عليه سيدنا جبريل عليه السلام. لذلك كان سيدنا جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وكيفية أداء القرآن. وأكيد كثير منا يعرف هذا الحديث الذي ذكره ابن الجزري وقال إنه نص في هذا الباب، عندما خرج عبد الله بن مسعود وسمع رجلا يقرأ إنما الصدقات للفقراء ولم يمد كلمة الفقراء، فاعترض عليه وقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكيف أقرأكها؟ فمد كلمة الفقراء، قال إنما الصدقات للفقراء، وطلب من الرجل أن يعيد القراءة. السؤال، هل مد كلمة الفقراء أو عدم مدها يؤدي إلى فساد في المعنى؟ لا يؤدي إلى أي فساد، لكننا مطالبون بأن نؤدي القرآن كما أنزل من عند الله وكما علمه جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن الجزري يقول عن هذا الحديث أنا لم أسمع قراءة متواترة أو شاذة يقصر فيها المد المتصل. إذن أداء القرآن مطلب شرعي. لنرى حديث ابن الجزري عن مفهوم التجويد. هذا الحديث المهم جدا الذي يبين لنا أن التجويد ليس مجرد مد وغنة وإظهار وإقلاب وإضغام، فلننتبه ولنستمع إلى ما قاله الإمام ابن الجزري. يقول التجويد مصدر من جود تجويدا، والاسم منه الجودة، هذه هي الجودة الحقيقية يا من تعملون في المؤسسات، الجودة الحقيقية في كل شيء وليس في القرآن، أن نحسنه وأن نؤديه حق أدائه. العمل أي شيء في الدنيا، يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة بالألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. يا سلام، ولا شك أن الأمة
كما هم متعبدون يعني يتعبدون الله يعبدون الله بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه. إذن كما أن الناس المؤمنون يعبدون الله تعالى من خلال فهمهم لمعاني القرآن وإقامة حدود القرآن وما جاء في القرآن من أمر ونهي، هم أيضا متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية. هنا إيه؟ السند والتواتر العربية التي لا تجوز مخالفتها، لا يعني لا يجوز أن نخالف هذا الأداء الذي توارثناه، ولا العدول عنها إلى غيرها. ثم يصنف ابن الجزري الناس بطريقة رائعة، لذلك أنا لابد أن أشكر المدرب الرائع أحمد رجائي، لأننا كنا دائما نستشهد بالنصف الأول الذي ذكرته الآن ولم ننتبه لما سيأتي الآن وهو الذي نبهنا له. يقول بعده مباشرة، بعد هذا النص مباشرة، يعني هذا الكلام يعني ليس مبتورا من سياق وإنما هو متتال. يقول: والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم. إذن هو قسم قارئ القرآن إلى صنفين: محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، هذا القسم الإيه؟ الثالث. إذن عندنا ثلاثة أقسام: محسن مأجور قسم، مسيء آثم قسم، معذور قسم. ثم يعرف لنا كل قسم، يقول: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدثه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سبحان الله، هو ركز هنا على المسيء الآثم، لأن المحسن المأجور معروف، هو الذي سيقرأ القرآن بأدائه المستقيم ويبحث عن ذلك ويتعلم ذلك، والمعذور معروف، من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، لكن هذا المسيء الإيه؟ الآثم. وليت كل قراء القرآن يستمعون إلى هذا الكلام المهم، لأن منهم من لجهله بالأداء المستقيم ينكره لأنه جاهل به، فليعد إلى كلام ابن الجزري الذي يقول إيه: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي. منهم من يقول: وما أدراك أن الناس ستفهم هذا الفهم الخاطئ، يعني مثلا عندما نقول ألف بدلا من ألف، خلاص السامع يعرف أنه يقصد ألف. طيب إذا كنا سنعتمد على فهم السامع، فليقل منا كل واحد ما يقول والإنسان الذي يسمع سيفهم، يعني مثلا الذي يقول ذلك الكتاب لا شك فيه بدلا من لا ريب فيه، السامع سيفهم. الذي يقرأ القرآن بدون تجويد، السامع سيفهم. الذي يقرأ القرآن بدون إعراب، السامع سيفهم. إذن هذه ليست حجة، لابد أن نقرأ القرآن كما أنزله الله. والغريب أن الذي يقول ذلك يأتي ويخطئ كبار القراء للأسف ويقول هذا لا يهمس التاء، وهذا يفخم الراء وهي مرققة هنا، وهذا لم يعطي هذا الحرف الرخاوة، و و و طيب أظن ما نقوله هو أولى من ذلك، مع أننا مؤمنون بكل أحكام التجويد ونطبقها ونسعى إليها، لكن لا نأتي في شيء
لا يؤدي إلى فساد في المعنى ونقيم له القيامة للقراء، ونأتي للأشياء التي تؤدي إلى فساد في المعنى لأننا لا ندركها فقط ننكرها. فهذا ليس آثما فقط، ولكنه وأنا أقولها ومسؤول عن ذلك، هو يحمل وزر كل من صده عن الأداء المستقيم، كل من صده عن هذا الأداء المستقيم. سنستخدم مهارة الآن بسيطة جدا، نوضح من خلالها أن النبر موجود في اللغة العربية بصفة عامة وفي القرآن الكريم بصفة خاصة، شئنا أم أبينا، وإلا كيف نفرق بين هذه الأداءات المتضادة المتعاكسة المتقابلة؟ عن طريق مهارة قارن. سنقارن بين آية وأخرى، نجد أن النبر هنا لابد أن يوضع في هذا المكان ليؤدي إلى المعنى المراد، وفي الآية الأخرى نفس الحروف ونفس التشكيل إلا أنه يؤدي إلى معنى آخر إذا وضع في نفس الموضع، فلا بد أن يوضع في موضع آخر. يعني مثلا قوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. انتبهوا، ما يبدل القول، القول واحد، إذن يبدل مفرد، يبدل إيه؟ مفرد. وأنتم تعلمون أن همزة الوصل إيه؟ تسقط في درج الإيه؟ الكلام. إذن ما يبدل هكذا، وليست ما يبدل القول، يبدل أصبحت جمعا، أصبح بها واو، بدليل انظروا إلى اليسار الآية المقابلة ولا تتبدل الخبيث بالطيب. إذن ولا تتبدل، ولا نقولها ولا تتبدل الخبيث بالطيب. طيب ما الفرق؟ تتبدل هنا للجمع وهناك واو جماعة، نعم واو الجماعة محذوفة نطقا لخوف التقاء الساكنين، إلا أن هذا النبر العفريت يشير إليها، لأننا عندما نقول ولا تتبدل، هذا يفرق عن أن نقول ولا تتبدل. إذن ولا تتبدل الخبيث بالطيب، وليست ولا تتبدل الخبيث بالطيب. إذن الفرق بين الآيتين أن الفعل في الآية الأولى ما يبدل هو مفرد ليس فيه واو جماعة، والفعل في الآية الثانية هو متصل بواو الجماعة، ولا بد أن نشير إلى ذلك عن طريق النبر. إذن كيف نفرق بينهما؟ ممكن واحد وكثير نسمع يقول ما يبدل القول، إذن وضع واو جماعة، وقد نسمع من يقول ولا تتبدل الخبيث، إذن حذف واو الجماعة. فهمتم؟ فهمتم المقارنة؟ هذه هي المقارنة. نضرب مثالا آخر، نحن عندنا لام الابتداء التي تفيد التوكيد، يعني نعم حدث حصل فعلا، مثل قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، تأكيد أن الآخرة خير من الدنيا، صح؟ طيب نحن قلنا إن النبر يشير إلى حرف المد المحذوف، نستمع إلى من يقرأها هكذا خطأ طبعا، يقول ولل، اسمعوا وللآخرة خير لك من الأولى، أصبحت الآخرة ليست خيرا من الأولى، نفى أن تكون الآخرة إيه خيرا من الأولى بهذا الأداء. سبحان الله، هوى، الفرق هواء. إذن الأداء المستقيم ولل، الأداء المنحرف ولل، الآية المقابلة لها العكس، الأداء المستقيم ولا، والأداء المنحرف ولا. نرى الآية الأخرى مثلا قوله تعالى
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن هكذا. إذن نحن نفينا هكذا بهذا النبر. طيب نقرأها خطأ ستكون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أصبحت إيه؟ أصبحت للتأكيد، خلاص. كذلك مثلا ولا المشركين، هنا نفي وهذا صواب، ولا نقول ولا المشركين، نقول ولا الضالين، ننفي، ولا نقول ولا هكذا، ولا الضالين، نؤكد. انظروا كم واحد يقرأ وإيه ولا يشير إلى حرف المد المحذوف عندما تكون إيه لا نافية. إذن ما الفرق بين ولل وبين إيه ولن في الآية المقابلة؟ أو لو وضعنا مقابلها مثلا ولا المشركين، لإيه؟ لآتي بمثال فيه اللام قمرية تكون أقرب، ولا المشركين، ولل وليست ولل، خلاص. إذن هذا دليل على أننا لابد أن ننبر، فهنا ننبر على حركة هذا الحرف لكي يصح المعنى، وهنا ننبر على حركة هذا الحرف لكي يصح المعنى. ولا تشغلوا أنفسكم أين النبر، ستتعلمونه إن شاء الله من المحاضرة القادمة. كذلك قوله تعالى مثلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، في مقابل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن أداء الآية الأولى أولى، أداء الآية الثانية أولى، وطبعا الفرق واضح جدا، وإذا نطقنا هذه مثل تلك أدى إلى فساد في المعنى هنا وهنا. يعني لو قلنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم معناها الأفضل أن تستغفر لهم، وهذا ليس مرادا. ولو قلنا النبي أو لا فإننا نفينا، وهذا ليس مرادا. نضرب مثالا آخر، مثلا قوله تعالى وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، هذا الأداء المستقيم. إلا، كلنا يعرف إلا، إلا أداة استثناء. طيب المقابل لها إلا، إن زائد لا، مثلا قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن هذه إلا يعني إن لم يكن منكم نصر فقد نصره الله، إن الشرطية زائد إيه زائد لا النافية. إذن هناك فرق بين إلا وبين إيه إلا. الآية الأولى تقرأ هكذا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وليست وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. إذن هي إلا وليست إلا. الآية الثانية تقرأ العكس هكذا إلا تنصروه فقد نصره الله، وليست إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن الذي سيخرج الآن على المايك ويتحفنا بأدائه ماذا سيفعل؟ سيأتي بالصواب فقط هنا وهنا. يعني مثلا في الآية الأولى سيقول ما يبدل، في الآية الثانية سيقرأ ويقول ولا تتبدل، ويكمل الآية وهكذا، خلاص. طيب نستمع إلى الشيخ سالم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. لا نسمعك. نعم دكتور.
تفضل. واضح الصوت يا الآن؟ واضح نعم. ما يبدل القول؟ ولا تتبدل الخبيث. الله الله. ولا الآخرة خير لك من الأولى. أعد. لا هذا الخطأ، هذا الخطأ. أنت تقول ولل، هي ولل. لا ولل 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 ولل. أحسنت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لا هذه أيضا تحتاج إلى ضبط. ولن 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 يعني اقرأ ولن، اللي هي ولن نصارى مثل ولن التي في أول الآية بالضبط. هل في أول الآية نقول ولن؟ نقول ولن، ها مثلها. تفضل. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى. النبر صحيح هكذا، لكن ايه انتبه لأحكام التلاوة، انت تركت الإخفاء الحقيقة. طيب اكمل. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ممتاز. النبي أولى بالمؤمنين. رائع. وإنها لكثيرة. ليست هي مع أنها ليست موضع الاستشهاد، لكن ليست وإنها، وإنها يلا. نعم. وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين. نعم برضو إيه، ليست علل علل، لكن أنت جئت بالنبر الصحيح في الشاه، ها في إلا. يلا أكمل. إلا تنصروه. يا سلام ما شاء الله عليك، رائع رائع رائع. سقى الله أرضا نور نبرك شمسها، وحيا سماء عنا في أفقها نبر. أحسنت. وإياك، وأنت أمير من الأمراء. تفضل يا شيخ أحمد. نذهب إلى الرائعات. ما شاء الله الرائعات كثيرات. تفضل يا ألاء. حياك الله وبياك. حياك الله يا دكتور. علي صوتك. ما يبدل القول وليس ما يبدل القول. ولا تتبدل وليست ولا تتبدل. لا صليها بالكلمة التي بعدها يا ألاء، صليها بالكلمة التي بعدها لنفهم. نعم أنت رائعة ما شاء الله عليك، هيا يلا. ولا تتبدل الخبيث بالطيب وليست. نعم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ممتازة ما شاء الله. من أغلق المايك ولا ذهبت؟ كانت رائعة. طيب ننتظر، ربما تصلح المايك، عندها مغلق الآن، ليس هناك مايك. طيب هم نفتحه. أكملي يا ألاء، أكملي معك يا دكتور. هاتي ولا الآخرة
نعم تفضل. وللآخرة خير لك من الأولى. وليست وللآخرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وليست ولا النصارى. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وليست أولى الله النبي أولى بالمؤمنين. وليست أولى. وإنها لكبيرة إلا وليست إلا تنصروه. لا هذه ليست إلا. ها انتبه للمثال الأخير. المايك أغلق مرة أخرى. هي خرجت لكن هي رائعة 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 ممتازة ما شاء الله. انثرنا نجوما لها عندما تعود هذه الرائعة المتألقة التي نقول لها أبدى أداؤك عجز كل مشمر في وصفه وأضاق ذرع الكاتم. طيب نستمع إلى واحدة أخرى وإيه تأتي بالأداء المستقيم فقط هنا وهنا. طيب نستمع إلى تفضلي يا رباب كرما لأم حمزة مع أنها لم تطلب يعني لكن هو تشابه الأسماء أكيد من نفس العائلة. السلام عليكم. حياك الله يا رباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. نحن الحمد لله قرايب إحنا والأخت حمزة. ربنا يبارك فيك وفيها إن شاء الله تعلمك النبرة كله بإذن الله يا رب. اللهم آمين. هي مدربة رائعة. اللهم آمين. ما يبدل القول ولا تتبدل القاء الخبيث. جميل بس ايه فخم الخاء. ممتاز. ولا تتبدل الخبيث. نعم. ولا الآخرة خير لك من الأولى. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ممتاز لكن لهم الأولى جاءت معك إيه؟ لهم هي لهم. يلا أعيدي. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا إظهار يا رباب من يلا. من أنفسهم. بس أنا راح نعم. وين راح هذا؟ من أنفسهم. نعم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد نصره. فقد نصره الله. ما شاء الله لم تخطئي في موضع الشاهد في كل الآيات لذلك أنت رائعة 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 وأميرة من الأميرات. ونقول لك ولقد ملأت الكون من نبر غدا كالشمس قد ملأ الفضاء أنوارها. أحسنتي. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. إذا ذهبنا إلى مفهوم اللحن في اللغة العربية وعند علماء التجويد لنربط بينه وبين ما يقع فيه الناطق من مزالق أدائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعها، هل هذا من قبيل اللحن أم لا؟ نريد أن نعرف ذلك من خلال مفهوم اللحن. اللحن في اللغة له معان كثيرة منها الخطأ والميل عن الصواب، يعني لحن في كلامه معناها إيه؟ أخطأ ومال عن الإيه؟ عن الصواب. وفي الاصطلاح هو الخطأ في اصطلاح علماء اللغة يعني هو الخطأ في اللغة في أصواتها أو نحوها أو صرفها أو معاني مفرداتها، يعني الذي يخطئ في الصوت فقد لحن، الذي يخطئ في الصرف فقد لحن، يعني في بنية الكلمة،
الذي يخطئ في النحو فقد لحن، وأيضا هذا اللحن كله يؤدي إلى إيه؟ إلى فساد في المعنى. هذا عند علماء الإيه؟ اللغة. طيب الذي يقوم به القارئ عندما يلبس كلمة بأخرى كما رأينا منذ قليل، ولل بولل، أو أولى بأولاء، أو ألف بألف، أو فقعوا بفقعوا، وغير ذلك من الأمثلة، أو لهم لهم، وكل القرآن فيه أمثلة كما سيتبين لنا إن شاء الله بإذن الله. هو أخطأ في كل هذه المستويات وليس في مستوى واحد، يعني في الصوت وفي الصرف وفي النحو وفي المعنى. يعني مفهوم علماء اللغة للحن ينطبق عليه، هو لحن، هو لحن بمصطلح علماء اللغة للحن. طيب بمصطلح علماء التجويد، كما تعلمون علماء التجويد قسموا اللحن إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. طيب مفهوم اللحن الجلي هو الذي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وقيل هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أو لا. السؤال: الذي يضع النبر في غير موضعه يؤدي إلى فساد في الصوت والصرف والنحو والمعنى كما قلنا، إذن هذا إخلال ظاهر، إذن هو لحن جلي. لكن للأسف يعني هو يتفق مع اللحن الجلي في جانب ويختلف معه في جانب، وفي الحقيقة هو لا يختلف وسأبين لكم السبب، لكن أتحدث عن المفهوم الذي أمامنا الآن وعن فهمنا للعلماء، لعلماء القراءة. المفهوم الذي أمامنا يقول الإخلال في اللحن الجلي يكون ظاهراً. طيب الذي يخل بالصوت والصرف والنحو والمعنى، هذا إخلال ظاهر لكن للعالم الحقيقي، للعالم الإيه؟ الحقيقي. إذن كون الإخلال ظاهراً، إذن هذا النبر يدخل في اللحن الجلي عندما يضع القارئ النبر في غير موضعه، لكن يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم. هنا لا يشترك في معرفته علماء القراءة وغير علماء القراءة، هذا الواقع، الواقع يقول ذلك. لكن في الحقيقة أنا لا أرى أن من لا يعرف النبر ولا يعرف الأداء المستقيم أنه عالم من علماء القراءة. ممكن يكون عالم في التجويد لكن هو ليس عالما في الأداء. إذن الذي يسأل عن هذا هو عالم من علماء الأداء، كهؤلاء القدماء الذين ألفوا قصائد في حسن الأداء وشرحوا هذه القصائد والمنظومات. إذن اللحن الجلي إذا نظرنا إلى مفهومه وجدنا أن ما يقع فيه الناطق من مزالق أدائية يؤدي إلى إخلال بجميع مستويات اللغة ويؤدي إلى فساد في المعنى. هذا الفساد في بعض الأحيان قد يكون فساداً في العقيدة بالنسبة للمعنى، لا نقول إن القارئ وقع في فساد في العقيدة، لكن المعنى الجديد هو فساد في العقيدة ومعنى يرفضه الدين. يعني الذي يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك، وأصبحت الكاف للتشبيه، كأنه يقول رب مثل الذي خلق. طيب اللحن الخفي، اللحن الخفي هو الذي يخل إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء. الله، هنا يلتقي النبر الخاطئ مع مفهوم اللحن الخفي في أن أئمة الأداء هم الذين هم الذين ينتبهون له، الذين تلقوا من أقوال العلماء وضبطوا عن ألفاظ أهل الأداء، هؤلاء هم العلماء الحقيقيون. وقيل إنه خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بالعرف ولا يخل بالمعنى. طيب ما حكم اللحن بنوعيه سواء كان جليا أو كان خفيا؟ قد قرر كثير من علماء التجويد بأن حكم اللحن بنوعيه التحريم، وأن أداء القرآن أداء صحيحا هو واجب واجب شرعي. طيب نحن ونحن نعرف النبر ونتحدث عن خطورته وعن آثاره السلبية، دائما نقول إنه مهما حدث من إخلال فإن التشكيل يكون صحيحا. كذلك نقول إن أحكام التجويد غالبا تكون صحيحة. كلمة غالبا هذه قيد يخرج لنا مجموعة من الشواهد
قد يؤدي النبر الخاطئ إلى فساد في أحكام التجويد. يعني حتى من ينادي بأن أحكام التجويد هي التي تراعى ولا يراعى غيرها، نقول له ها هي أحكام التجويد ينالها الآثار السلبية التي تحدث نتيجة لوضع النبر في غير موضعه، فما رأيك في ذلك؟ يعني مثلا إذا نظرنا إلى قوله تعالى مثلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هنا القاف مشددة، حرف مشدد، وهي أعلى مراتب القلقلة هنا. طيب إذا أخطأ القارئ ووضع النبر في موضع آخر سيقرأها هكذا ولا نشغل أنفسنا أين النبر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بالحق هي بالحق. إذن هو هنا أحدث تداخلاً بين مرتبتين من مراتب القلقلة، بين الحرف المشدد والحرف الساكن غير المشدد. كذلك في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، الباء مشددة. طيب تبت يدا أبي لهب وتب، إذن هي ليست وتب هي وتب. فالآثار السلبية كثيرة، ليس التجويد فقط، لكن نحن فقط هنا نريد أن نقول حتى التجويد ناله ما ينال مستويات اللغة من فساد. فهنا وتب جعلها كلمة واحدة، والواو التي كانت حرف عطف أصبحت جزءا من بنية الكلمة. كذلك بالنسبة لأحكام التجويد هو أحدث تداخلا بين مرتبتين من مراتب القلقلة. كذلك مثلا قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا، أمن هذا الأداء المستقيم، نجد البعض يقرأها هكذا أمن جعل أمن. طيب ما الفرق؟ الفرق أننا عندما قلنا أمن عبارة عن كلمتين أم زائد من أولا، ثانيا هذا بالنسبة للحكم التجويدي عبارة عن عن مثلين صغير، ميم ساكنة في الكلمة الأولى في نهاية الكلمة الأولى، وميم متحركة في بداية الكلمة الثانية، خلاص. وكما تعلمون المثلان الصغير لا يكون إلا بين كلمتين، لكن أمن بالأداء الخاطئ أصبح حرف غنة مشدد، أصبحت كلمة واحدة. طبعا هذا بصرف النظر عن الآثار السلبية في المستويات الأخرى، الكلمة جعل الكلمتين كلمة واحدة، أم زائد من جعلها أمن من التأمين، كل هذه آثار سلبية لوضع النبر في غير موضعه، والتجويد ناله حظ منها. كذلك مثلا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حرف غنة مشدد يؤمن، فقد يقرأها القارئ هكذا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، طبعا فساد في جميع مستويات اللغة أيضا، لكن هنا أيضا التجويد ناله شيء من ذلك. فيؤمن النون حرف غنة مشدد، والغنة هنا أكمل ما تكون، لكن يؤمن نون مظهرة، خلاص. إلى جانب الآثار الأخرى في الحديث في الآية بأدائها الصحيح للأنثى للمؤنث حتى يؤمن المشركات حتى يحدث لهن الإيمان، لكن حتى يؤمن أصبح يؤمن والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أصبحت الآية للمذكر. كذلك في الأسبوع الفائت ضربنا مثالا ماء وماء، إذن التبس المد المتصل بالمد المنفصل، والعكس صحيح. مثلا آية سورة الأحقاف ماء، ما كلمة وإن كلمة، مد منفصل، فالذي يجعلها كلمة واحدة سيقرأها ماء، أصبحت مدا
متصلا. إذن حتى أحكام التجويد ينالها الآثار السلبية لوضع النبر في غير موضعه. نريد رائعا يخرج لنا الآن ويقرأ لنا الآيات بالأداء المستقيم والخاطئ. مصطفى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مصطفى، كيف حالك؟ تستطيع أن تقرأ الآيات؟ نعم. تفضل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يا سلام، رائع. تلك آيات أيضا هذه صحيحة، نريد بالحق. بالحق. أنت يعني تشدد القاف، نحن نريدها ساكنة بدون تشديد، بالحق هكذا. يلا الخطأ. بالحق. أحسنت، يلا هات الآية التي بعدها وانتبه لهذا. تبت يدا أبي لهب وتب. ممتاز. تبت يدا أبي لهب وتب. الله الله. أمن جعل الأرض قرارا. يا سلام، رائع أنت والرأي الجميلة بتاعتك دي. أمن جعل الأرض قرارا. ممتاز يا عبد الله. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الله الله. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ممتاز، بس ايه يؤمن؟ ها هاتها كده تاني. يلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الله الله الله. عندك كم سنة يا عبد الله؟ ها مصطفى. كم مصطفى؟ يا مصطفى عندك كم سنة؟ 10. الله، رائع رائع 10. رائع، ما شاء، أنت عالم وأنت عندك 10 سنوات، سيكون لك مستقبل باهر يا مصطفى. حكى الروضة الغناء حسن أدائك وفاق على شهب الدجى بسنائك. أحسنت يا مصطفى، بارك الله فيك. أنت أمير الأمراء يا مصطفى. تسلم يا دكتور. الله يسلمك، انثروا نجوما لمصطفى الرائع، يستحق. ها تفضل يا شيخ أحمد. طيب ها نريد من تستطيع أن تنافس مصطفى. تفضلي يا مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، مرحبا بك. تفضلي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أحسنت، رائعة. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ممتازة، لكن هل هي أبي ولا أبي؟ أبي. أحسنت، يلا. أم
من جعل الأرض قرارا أمن جعل الأرض قرارا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. الله الله ما أروعك يا مريم. والنبر إن ترد الحقيقة نبرها والنور نور أدائها الوضاء. وأنت أميرة الأمراء يا مريم، ممتازة، بارك الله فيك. طبعا الأميرات لهن حلقة هدية مع المدربة ميديا إن شاء الله. تفضل يا دكتور. حياك الله يا شيخ أحمد، بارك الله فيكم وجزاكم كل الخير. نذهب إلى المحور الذي بعد ذلك وهو أمن اللبس، وكلنا على فكرة يستخدم أمن اللبس هذا. ما معنى أمن اللبس بكل بساطة؟ عندما تريد أن توصل فكرة معينة فتترك تعبيرا وتذهب إلى تعبير آخر حتى لا يفهم من تكلمه كلامك فهما خاطئا، خاصة مثلا عندما تتحدث مع إنسان شديد الحساسية فإنك تتجنب بعض العبارات والألفاظ حتى لا يفهمك فهما خاطئا. يعني كلنا يفعل هذا، هذا هو أمن اللبس، أن نترك لفظة إلى لفظة أخرى حتى لا يحدث لبس. فهمتم معنى اللبس؟ إذن اللبس هذا في اللغة العربية مراعى عند العرب، يعني العرب دائما يحاولون ألا يلبسوا كلامهم، يحاولون أن يبتعدوا عن أي شيء يحدث لبسا. فقضية أمن اللبس من القضايا التي راعاها العرب، حتى نجد النحويين قد بنوا قواعدهم على أساس أمن اللبس. تجدهم فرقوا بين الاسم والفعل والحرف، فرقوا بين المواقع النحوية، فرقوا بين الحالات الإعرابية، كل هذا لأمن اللبس. في القرآن الكريم نجد أمن اللبس هذا، ودائما نستشهد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما معنى ذلك؟ الله تعالى ينهى المؤمنين أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا. لماذا؟ لأنها سب في لغة اليهود، فقال لهم الله تعالى قولوا انظرنا، يعني سمعنا. لماذا؟ اليهود كانوا إذا أرادوا أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا راعنا، لأنها عندهم من الرعونة. لكن إذا فتحت معجم من معاجم اللغة العربية، إذا ذهبت إلى أي معجم وفتحته من معاجم العربية وجدت معنى الرعاية ليس سلبيا وليس سيئا، لكن الله تعالى طلب من المؤمنين أن يتجنبوا هذه اللفظة حتى يسد الباب أمام اليهود فلا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المؤمنون من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه، فانتهت اليهود بعد ذلك. طيب السؤال، المؤمنون عندما يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، هل في نيتهم أي شيء؟ ليس في نيتهم أي شيء. إذن الموضوع لا يؤخذ بالنية. نعم النية هي ثلث الدين صحيح، لكن هناك أشياء لابد فيها من أن نفهم المتلقي ما نريد، منها الأداء القرآني. علينا أن نقرأ بالأداء المستقيم حتى يصل المعنى المستقيم، لا نقول السامع يفهم. إذن السامع يفهم ونقول ما نقول. إذا كان الأمر هكذا، ما وضع النحو وما وضع النقط وما وضع التشكيل إذا كان السامع سيفهم؟ خلاص. إذن الصحابة كانت نيتهم حسنة، لكن الله تعالى نهاهم عن قول راعنا
حتى نأمن اللبس ولا يسب اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص. كذلك في السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلمنا كأنه يقول قل ولا تقل، قل ولا تقل. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر. طيب لماذا؟ فإن الله هو الدهر. إذن هو يعلمنا ألا نسب الدهر. ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. فكل هذا يؤكد الاتجاه العام إلى أمن اللبس في الكلام، حتى إذا اضطررنا إلى ترك لفظ إلى آخر. لذلك في القراءات القرآنية نجد الراوي يفضل قراءة على أخرى لأنها أكثر أمنا لللبس، أكثر أمنا للإيه؟ لللبس. يعني مثلا السكت في المواضع المعروفة، مثلا عوجة، عوجة بعدها قيما، فلذلك حتى لا يحدث لبس كان السكت. لا نقول إن القراءات الأخرى خطأ، هي صحيحة، لكن أنا أعلل فقط لماذا السكت. مثلا في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سكت ثم هذا ما وعد. لماذا؟ حتى لا يحدث لبس فيفهم القارئ أن هذا إشارة إلى مرقدنا، إشارة إلى مرقد. وقيل مرة حتى لا يفهم السمع أنها كلمة واحدة مبالغة، مراق. خلاص. وكثير من النحويون أشاروا إلى ذلك، إلى أمن اللبس في اللغة العربية، وفيه رسائل جامعية دكتوراه في أمن اللبس. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا يضربون أبناءهم إذا أخطأوا في الأداء القرآني. هذا روي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لأن أقرأ فألحن، لا أتذكر هل قال أحب أم ماذا، لكن لأن أقرأ فأسقط أهون علي من أن أقرأ فألحن. معناها إيه؟ إذا نسيت كلمة هذا أهون من أن أخطئ في لفظ. فاللحن في اللغة العربية كان مستبشعا، وأنتم تعلمون أن أسباب وضع النحو، نعم هناك سبب ديني وهناك سبب اجتماعي، السبب الديني الحفاظ على القرآن الكريم، السبب الاجتماعي هو أن الشعوب الإسلامية كما تعلمون دخل فيها كثير من الأعاجم، فطبعا لابد من وجود قواعد حتى يفهم هؤلاء القرآن. كذلك السبب القومي، أنتم تعلمون أن العرب يعتزون بلغتهم. أهم سبب من هذه الأسباب هو دخول اللحن إلى اللغة. وأكيد كلكم تعرفون الآية التي هي علم لوضع علم النحو، عندما مر أحدهم على رجل يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها ورسوله بالجر. طبعا المعنى على الجر أي أن الله بريء من المشركين ومن الرسول، عطف المشركين على الرسول. فعندما سمع هذا الأعرابي هذه القراءة وهو حديث عهد بالإسلام، قال إذا كان الله قد تبرأ من رسوله فأنا منه أبرأ، فأنا منه أبرأ. يعني الرجل خرج من الإسلام، فأخذوا الرجلين وذهبوا بهما لعمر بن الخطاب، فصحح للرجل القراءة وقال لا أسمع أحدا لا يعرف العربية يقرأ الناس القرآن، يعني يجلس لقراءة القرآن بين الناس. الرجل خرج من الإسلام من أجل إيه؟ من أجل حركة إعرابية. الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو من هو والجميع يعلمه بخيره وشره، وكان الجميع يخاف منه لأن أقل عقاب عنده كان السيف. عندما سأل أحد النحويين وهو تقريبا نصر بن عاصم، وسأله وقال له هل رأيتني ألحن قبل ذلك؟
قال لا. قال قل ولا تخف. قال نعم في موضع واحد. قال أين؟ قال في القرآن الكريم. قال هذا أبشع. قال أي في أي موضع؟ قال في سورة التوبة الآية قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية، بدلا من أن يقول أحب قال أحب بالرفع، قال أنت رفعت أحب. قال إذن لن تراني ألحن بعد ذلك، ونفاه إلى خراسان، نفاه إلى خراسان حتى لا، لأن اللحن هو سبة. الآن نحن نلحن ليس فقط نلحن، وإنما نرفض الصواب ونحرض الناس على الأداء غير المستقيم للأسف. عبد الملك بن مروان عندما قيل له لماذا أسرع إليك الشيء، قال شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن، يعني أنه كان يصعد المنبر ويخطب في الناس فكان يخاف من اللحن فهذا شيبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على قوم لا يحسنون الرمي، رمي السهام، فنظر إليهم فقالوا نحن قوم متعلمين، المفروض يقولون قوم متعلمون. قال والله لخطأكم في لسانكم أبشع من خطأكم في رميكم. قصص كثيرة تبين خطورة اللحن. كذلك عبد الملك بن مروان في يوم من الأيام دخل عليه رجل، هذا الرجل ذو هيبة، فطلب من الصبيان أن يغطوا لعبة الشطرنج لأن هذا عيب أن يلعبوا أمامه. فعندما تحدث الرجل لحن في كلامه، فقال عبد الملك للصبيان العبوا ليس للاحن حرمة، يعني لأنه أخطأ خلاص ليس له هيبة عندنا. هذا هو اللحن عند القدماء، كان بشعا، كان بشعا. سأتحدث في نقطة جديدة هي النبر والألغاز. النبر والألغاز سواء في اللغة العربية الفصحى أو في عاميتنا وما يتبادل بين الناس. النحويون جمعوا مجموعة من النحويون القدماء جمعوا مجموعة من الأبيات الشعرية فيها بعض اللطائف والألغاز. بعض هذه الأبيات الألغاز قائمة على النبر فقط، يعني النبر هو الذي صنع هذا اللغز. يعني مثلا عندما يقولون لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة فسل عن عبيد الله ثم أبا بكر. البيت فيه أكثر من اللغز، لكن اللغز الذي يهمنا هنا فسل عن عبيد الله. عن كلنا يعرف أنها تجر، وجاءت كلمة عبيد مرفوعة بعدها. لماذا؟ لأن الكلمة ليست، وانتبهوا معي، نحن لا نتحدث عن اللغز لمجرد أنه لغز، لكن نحن عندنا مغزى آخر سنأتي به الآن. فسل عن هي ليست فسل عن، هي فسل عن. سل عن فعل ماضي معناه أبطأ في مشيته، معناه أبطأ فيه. إذن فسل عن عبيد، عبيد فاعل للفعل سل عن. سل عن يعني إيه؟ أبطأ في مشيته. خلاص انتبهوا لأني سأسألكم في الإيه؟ في اللغز التالي بناء على ما سأقول الآن. إذن النبر هو الذي أحدث هذا الخطأ، هي سل عن وليست سل عن. سل عن وليست إيه؟ سل عن، كلمة واحدة. وتذكروا ما قلته لكم في المحاضرة السابقة عن التصحيف والتحريف، يعني الذي يملي الآن ويقول فسل عن ستكتب كما هي أمامنا، طيب الذي سيملي ويقول فسل عن ستكتب كلمة واحدة، صح؟ إذن هل نتخيل أن القرآن الكريم حدث فيه هذا الخطأ؟ الحمد لله لم يحدث، الحمد لله لم يحدث هذا، والقرآن الكريم تلي بأدائه المستقيم وكتب كما تلي بأدائه أيضا المستقيم. طيب الشاهد الثاني، هذا من كتاب الألغاز النحوية لابن هشام، يعني الرجل مات من إيه؟ من حوالي 1000 سنة لتعلموا. يعني يقول وإنا رعاة للضيوف أكارما سمت فرآها الأبعدون على قربي.
وإنا رعاة. هنا اللغز، سأنظر في الشات عند الرجال ربما نجد أحدهم يأتي بالحل، وأنظر أيضا عند النساء ما المقصود بهذا. ننظر نظرة كده لنرى هل هناك وإنا رعاة للضيوف. أنا حددت لكم المكان، هناك مي محمد رائعة يا أول واحدة. من؟ حصة. حصة رائعة يا حصة. اكتب على العام، أنا أنظر في العام. يعني من عنده الإجابة؟ وإنا رعاة. طيب الحمد لله لم يأتي أحد بالإيه؟ بالأداء المستقيم، وهذا جيد، هذا أنا لم أنتبه إليه إلى الآن أنه جيد. كنت سأفرح بالإجابة، الإجابة الصحيحة كنت سأفرح بها. الله، رائعة يا دعاء أيضا، يعني يدندن حول الإجابة، وأيضا رائع يا محمد فؤاد، لكن ليست إنارة، لم يكن عندهم إنارة إلا بالنار. طيب الأداء المستقيم، إذن كلكم لم تصلوا إلى ماذا يقال بالضبط، ما يعني الجملة التي تقال وإنا رعاة. أظن كلكم تستطيعون أن تكتبوا الآن وإنا رعاة، هيا اكتبوا يلا وإنا رعاة. كتابتكم هذه مهمة جدا، تؤكد ما نقول وإنا رعاة، هيا اكتبوا. الله، رائع يا محمد عطية ويا عبد الله، عند النساء وإنا رعاة، رائعة يا سوزان، أنت أميرة يا سوزان، وأيضا من نطقت اسمهم من الرجال. إذن هي فعلا وإن زائد نار كما كتب عبد الرحمن أيضا زائد عات، وإنا رعاة للضيوف أكارما. أكارما الهمزة للنداء يعني كارما. سمت فرآها الأبعدون على قربي وإنا رعاة. إذن أنا نطقي الخطأ للجملة، ولا واحد ولا واحدة استطاعت أن تكتبها صحيح. نعم هناك من كتبت نار أو كلمة واحدة، لكن لم أجد لا في القاعة هذه. إذن هذا ما يؤدي إليه النبر أيضا في الأداء القرآني، ندخل كلمتين في كلمة أو أكثر، أو نفصل حروف كلمة فنجعلها إيه؟ كلمتين فأكثر. هناك من كان ينقضنا ويقول أنت تقص من هنا وأنت وتقص من هنا فتجعل كلمة واحدة أو تجمع بين كلمتين. والله يا أخي أنت من تقص، ونحن نصحح هذا القص. الحقيقة أنك أنت من تقص في أدائك، أنت من تخطئ، ونحن نصحح لك هذا الخطأ، هذه هي الحقيقة. إذن وإنا رعاة وليست وإنا رعاة. البيت الذي بعده، أقول لخالدا يا عمرو لما علتنا بالسيوف المرهقات. طبعا هناك أكثر من لغز. أقول لخالدا، اللام دخلت على خالد، كيف هذا وخالد منصوبة واللام حرف جر. إذن هي أقول لي خالدا، لي خالدا، لي فعل أمر، فعل إيه؟ فعل أمر، خلاص، من اللي، يعني لي خالدا يعني امشي وراءه، اتبع خالدا، خلاص. ولا يلي لي، فعل الأمر لي. طيب إذن ليست لخالدا ولكن لي خالدا. طيب هناك لغز آخر، علتنا بالسيوف، علتنا بالسيوف. من يكتب الجملة صحيحة؟ علتنا بالسيوف، من يكتب الجملة صحيحة؟ كنت تجيبين يا شيرو، كنت تجيبين، أنت أميرة من الأمراء. الله، إيمان، إيمان إيه؟ إيمان مش عارف، على العموم أنت أميرة يا إيمان. طيب رائع يا عبد العظيم، يعني كت، لكن الإجابة الصحيحة لعبد الرحمن جلال أمير الأمراء عبد الرحمن. ماذا كتبوا هؤلاء؟
علت، علت وحدها خلاص، علت وحدها فعل ماضي من على يعلو، علت نابي، نابي وحدها السيوف، نابي هو الجمل المسن، الجمل الايه المسن. إذن الفرق بين علت نابي السيوف بالأداء المستقيم وعلتنا بالسيوف هو النبر، هو النبر. إذن النبر هو الذي أدى إلى هذا الإلغاز، انتبهوا جيدا، النبر هو الذي أدى إلى هذا الإلغاز. طيب البيت الذي بعده، إنا إذا ما أتيناهم بقارعة قالوا لقارئنا خلي الأساطير، خلي الأساطير. المفروض الأساطير تبقى مفعول به وجاءت مرفوعة، إذن اللغز هنا، هذه سهلة كلكم ستعرفون. ها. الله رائعة يا من أميرة، الإجابة لأميرة. ها. هيا يا شباب، النساء ما شاء الله دائما يعني، الله شريف، رائع يا شريف، ما شاء الله. إذن الأسى وحدها كلمة وطيروا كلمة، طيروا فعل أمر خلاص. طيب الفرق بينهما النبر، أقول لكم بالأداء الخاطئ هنا تنطق الأساطير كلمة واحدة، طيب بالأداء الآخر الصحيح الذي يؤدي إلى المعنى الصحيح والإعراب الصحيح الأساطير، اسمعوا، الأساطير عبارة عن كلمة واحدة، الأساطير عبارة عن إيه؟ عن كلمتين. أقول لكم شيئا آخر، ابنتي مريم جاءتني بهذا اللغز فأعطيتها هدية، وهي ما شاء الله أصبحت تلعب بالنبر الآن، يعني عندما تكون راضية عني تأتي بالنبر الصحيح، عندما تكون ليست راضية أقول لها هاتي كذا تقول أينه لتغيظني، وهي أينه. طيب المهم جاءتني بهذا اللغز فأعطيتها هدية، هيا أجيبه، يعني نحن حولنا المحاضرة إلى ألغاز، وهذا شيء جميل، يعني نخرج من جفاف الكلام العلمي. زوجان متخاصمان ذهب إلى القاضي فسأل القاضي ما اسم الزوجة، قالت سارة. سأل زوجها ما اسمك، فقال الزوج قال ضعها وضعني بعدها. القاضي عرف اسم الزوج، فما هو اسم الزوج؟ اسمه ايه الزوج؟ من يقول؟ الله رائع يا محمد عبد الحميد، ورائع يا منة. إذن الإجابة لمحمد عبد الحميد ومنة، اسمه هاني، اسمه ايه؟ هاني. كيف؟ الأداء المستقيم ضعها وضعني، فهمتم؟ حتى لا تتعجبوا، الدكتور يأتي بأشياء غريبة وأشياء يلعب بها الصبيان، أنا آتي بأي شيء ما دام يخدم قضيتي، هذه تسمى وسائل تعليمية. إذن ضعها وضعني، لكن الناس البساط الذين يقومون بعمل هذه الشرائح التي ترسل في الواتس والألغاز فهموا النبر، والقراء لم يفهموه فاستطاعوا أن يلعبوا به وجاءوا بمثل هذا اللغز ضعها وضعني، هكذا يذوب الكلام ويدخل في بعضه ولا نفهم، وهنا اللغز. أفهمتم؟ إذن هذا الإلغاز من خلال اللعب بمواضع النبر يوضح لنا الخطر الحقيقي لهذه الظاهرة، وجوب تجنب آثارها السلبية في الأداء القرآني. فما معنى الإلغاز؟ يعني إيه إلغاز؟ أي الإبهام والإخفاء، صح ولا لا؟ والبحث عن طريقة تعمي على السامع المعنى المقصود. السؤال، فهل لنا أن نلغز في القرآن؟ هل لنا أن ننطق الكلمة بنبر خاطئ فيؤدي إلى معنى آخر ثم ندعي أن المستمع يفهم؟ هل لنا أن نفعل ذلك؟ ليس لنا أن نفعل ذلك. يعني سبحان الله، حتى الألغاز التي يلعب بها الشباب دليل على أن النبر في غير موضعه يؤدي إلى فساد في المعنى، ونحن في القرآن الكريم لسنا في موضع إلغاز أن نلغز. ويعني أنا سمعت من أحد الأشخاص أن واحداً، أكيد منكم من سمع هذا، كان يقول
هناك ذكر لكوكا في القرآن. الظاهر كوكا هذا كان مثلا مدرب كرة أو شيء. يقول هناك ذكر لكوكا، قالوا له كيف، وعلى فكرة الرجل المشهور الذي قال هذا مات مقتولا حتى. المهم يعني هذا الرجل قال هناك كوكا في القرآن، فقيل له أين، قال وتركوك قائمة، قال هكذا وتركوك. أيوة، إذن لا، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، لا يصح الإلغاز في القرآن. إذن الذي يقرأ أيضا ويخطئ ويقول ألف فقد ألغز، الذي يقول أولى مكان أولى أو أولى مكان أولى فقد ألغز، الذي يقول فقعوا مكان فقعوا فقد ألغز، الذي يقول لهم مكان لهم فقد ألغز، الذي يقول أول فتية بدلا من أول فتية فقد ألغز، الذي يقول إلى موضع إلى فقد ألغز، الذي يقول إذا، وهكذا. خلاص، إذن كل هذه ألغاز سواء هو قصد أم لم يقصد. المهم أننا إذا دعوناه إلى تعلم هذا العلم لا ينكر، على الأقل يعني لا ينكر ولا يصد الناس عن تعلم هذا العلم. نذهب إلى مقاييس القراءة الصحيحة لنعرض عليها ما يقع فيه القارئ من مزالق أدائية، وهل هي من قبيل اللحن أم لا. يلخص الإمام ابن الجزري رحمه الله هذه المقاييس بقوله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. إذن فكل ما وافق وجه نحوي أي يكون موافقا لقواعد النحو، وكان للرسم احتمالا يحوي أننا من المفترض أن ما نقرأه موافق لما هو مرسوم في المصحف، ولو احتمالا، انتبهوا للاحتمال هذه لأن يعني عليها حديث طويل لكن في نهاية المحاضرات، وصح إسنادا هو القرآن، صحة السند، فهذه الثلاثة الأركان. طيب إذا اختل ركن من هذه الأركان أحكم على القراءة بالشذوذ، هذا شيء يعني لابد أن ننتبه له، حتى لو كانت قراءة لقارئ من القراء السبعة هو يقول ذلك لو أنه في السبعة. أنا أتخيل ابن الجزري يقول هكذا بهذه الطريقة وهذا التنغيم، لو أنه في السبعة، يعني لو أنا أقولها بتعبيرنا المعاصر، لو كان شيخ القراء ويخطئ في النبر ويأتي بأداء غير مستقيم يؤدي إلى فساد في المعنى ويدعي أنه ليس هناك ما يسمى بالنبر فهو قراءته شاذة، إذا كان يدعي أنه لا يوجد نبر، لكن إذا كان لا يعرف فهو من باب المعذور الذي تحدث عنه الإمام ابن الجزري. إذن هناك محسن كما قال الإمام ابن الجزري الذي إذا وجد أي معلومة جديدة تعلمها ما دامت صحيحة، وهناك المعذور الذي لا يعرف، لكن الذي يعرف وينكر. إذن نذهب إلى المقياس الأول، موافقة العربية ولو بوجه، يعني لابد أن يكون الأداء موافقاً لقواعد النحو. طيب أقول لكم قد يؤدي الأداء غير المستقيم إلى فساد حتى في النحو، لا يوافق أي قاعدة نحوية ولا أي لغة ضعيفة من لغات العرب. يعني مثلاً الذي يقرأ بدلاً من إن في ذلك لآيات، الأداء المستقيم إن في، يقرأها إن في ذلك لآيات، يقرأ إن في، يقرأها إن في، إن في أصبحت إن شرطية ونفي فعل الشرط. لكن هناك مشكلة كبيرة أيضا، لأن فعل الشرط لابد أن يكون مجزوما، وهذا فعل معتل الآخر، والفعل المعتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة، فهو أتى بأداء خاطئ وأيضا خالف العربية فلم يحذف حرف العلة، يعني فساد بعد فساد. فهمتم ما معنى موافقة العربية؟ إذن هذا ليس موافقا للعربية ولو بوجه. كذلك الذي يقول مثلا أفي الله شك،
أفي من الوفاء، هذا خطأ، هي أفي، همزة همزة الاستفهام زائد في حرف جر. إذن الأداء المستقيم أفي الله شك، الأداء المنحرف أفي الله شك. طيب أنا سأقول وجميع المتخصصين في اللغة العربية الموجودون في القاعة الآن يعلمون أنه مستحيل أن تأتي كلمة مجرورة بعد الفعل المضارع، صح ولا لا؟ هو هنا جعل الهمزة زائد في، وهما حرفان جعلهما فعلا مضارعا أفي، وجاء بعدهما بكلمة مجرورة اسم الجلالة الله، أفي الله. إذن هذا ليس موافقا للعربية ولو بوجه. وكل الأمثلة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة وفي هذه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة إلى أن تنتهي الدورة هي ليست موافقة أيضا. لماذا؟ لأنها تأتي بغير مراد الله، بل قد يأتي بأداء غير مستقيم لكلمة إذا بحثت في المعجم لن تجد هذه الكلمة. يعني عندما يقول فلم بدلا من فلم، أو يقول نجس بدلا من نجس، لا يوجد في اللغة العربية نجس بفتح الجيم، لا يوجد فلم، لا يوجد فلم، هي فلم الفاء زائد لم، نجس وليست نجس. إذن كل هذه الأمثلة تؤكد أن بعض ما يأتي به القارئ نتيجة لوضع النبر في غير موضعه ليس موافقا للعربية ولو بوجه، يعني لا يوافق المقياس الأول من مقاييس القراءة الصحيحة. نريد متدربا رائعا يقرأ الآيات بالأداء المستقيم والأداء الخاطئ. سيقرأ الآية الأولى إن في، ثم إن في، ثم الآية الثانية أفي، ثم أفي، ثم يقرأ كلمتين فقط من على اليسار، يقول فلم فلم نجس نجس فقط. أما كلمة كنصر دي لأني سمعت المتدربات يعني يقرؤونها ويتدربون عليها، هو مكتوب إيه؟ يقرأ فلم ينطقها مثل كلمة إيه؟ نصر، نصر، فيقول فلم، فيعني نحذف هذه بعد ذلك لا نقوله، خلاص؟ طيب نستمع إلى أحد الرائعين الشيخ جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله بخير. إن في ذلك، الصوت ذهب يا شيخ جاسم. شيخ عندنا النت ضعيف احنا. الله يعينك. النت طيب. العراق عندنا ضعيف والله. طيب حاول يلا. فين الصوت شيخ؟ أنا أسمعك. واضح؟ نعم. تمام. إن شاء الله. إن في ذلك لآيات. يا شيخ تسمعني؟ نعم رائع، هات الأداء الخاطئ. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأداء الخاطئ إن في. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رائع رائع. أفي الله شك. طب دي الصح ولا غلط؟ دي الصح. طيب هات الغلط. أفي الله الشك. مفيش أل، أنت رائع في المثال لكن إيه؟ مفيش الشك. أعدها تاني، يعني جبت الخطأ صحيح. العفو. طيب يلا. تمام. أفي الله شك. أحسنت، ممتاز. ها هات الكلمتين بالأداء المستقيم والخاطئ. أفي الله شك. نعم، نريد كلمة فلم ونجس. فلم. لا العكس. فلم. ليست فلم وإنما ها. فلم. أحسنت، وليست فلم. رائع. طيب الكلمة الأخرى.
العفو بس ذكرني بها يا شيخ، ذكرني. نجس. نجس. وليست نجس. الله الله الله، رائع. وأبدعت فيما تنتحيه فأبدعت فيك المدائح أيما إبداع. رائع يا شيخ جاسم، وأنت يا شيخ. أمير. بارك يا الله فيك وجزاك كل الخير. أحسن، تفضل يا شيخ. بارك الله يا شيخ. طيب نذهب إلى الرائعات. طب تفضلي يا مي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا مي، أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله. إن في ذلك تمام. إن في ذلك لآيات. الخطأ. إن في ذلك لآيات. أفي الله شك. ها؟ لا، نريد الله شك. العكس. أيوة. يلا. أفي الله شك. وليس أفي الله شك. الله. ها؟ فلم. وليست فلم. رائعة. نجس. الله الله الله، ما شاء الله، رائعة رائعة رائعة. أداء به طاب النسيم لأنه يزورك من نطق هو العلم والنبر. وأنت أميرة الأميرات، رائعة يا مي، بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب إذن موافقة العربية ولو بوجه بعض هذه الأخطاء ليس موافقاً للعربية، فهو خالف المقياس الأول. نذهب إلى المقياس الثاني وهو موافقة الرسم. هل عندما يقع القارئ في هذه المزالق يكون موافقاً للرسم؟ فهو يفصل بين حروف كلمة واحدة فيجعلها كلمتين، إذن ليس موافقاً. أو يجمع بين حروف كلمتين فيجعلها كلمة واحدة، إذن هو ليس موافقاً. نضرب لذلك بعض الأمثلة. مثلا قوله تعالى بأكواب وأباريق وكأس من معين. انتبهوا، وأبا، لابد أن نقول وأبا. عندما نقول وأبا معناه أن الكلمة لم تنتهي، لأنها لو انتهت كنا نقول وأبا وأبا، هي وأبا هكذا. إذن وأباريق، هذا الأداء المستقيم. طيب الأداء الخاطئ، بأكواب وأباريق وأباريق، مثل كلمة أبابيل، هي أبا ليست أبا. أبا أصبحت أبو، الأب يعني، هي وأباريق هكذا. إذن الذي يقرأ هكذا بهذا الأداء الخاطئ وأباريق فصل بين حروف الكلمة الواحدة وجعلها كلمتين، فأداؤه مخالف للرسم. مثلا قوله تعالى ومن أساء فعليها، هذا الأداء المستقيم، يعني من أساء فإساءته على نفسه. طيب ممكن القارئ يقرأها هكذا ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها، أساء فعليها، أصبحت أساء كلمة منفردة وهمزة الاستفهام بعد ذلك وإيه ثم فعليها. طبعا الأداء المستقيم ليس فيه همزة استفهام أصلا وليس فيه أساء أصلا. إذن إلى جانب الإخلال بجميع مستويات اللغة وفساد المعنى، أيضا هناك مخالفة لرسم المصحف بهذا الأداء. يعني أنا وأنا أقرأ الآن وواحد يكتب وأقول ومن أساء فعليها، سيكتبها هكذا بهذا الأداء الخاطئ، مثل الألغاز التي مرت بنا منذ قليل. خلاص. مثلا قوله تعالى
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذا الأداء المستقيم، عبدناهم هكذا. طيب الأداء المنحرف، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يا فصل الضمير المتصل، عبدناهم أصبحت عبدناهم. طيب هل هذا فيه مخالفة لرسم المصحف؟ نعم فيه مخالفة، بعد أن كان الضمير متصلا أصبح إيه؟ منفصلا، إلى جانب الآثار الأخرى. كذلك مثلا قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هذا الأداء المستقيم، فبدل الذين هكذا. الأداء المنحرف فبدل الذين ظلموا، فبدل بدل الذين ظلموا أصبحت مثنى، أصبح فيها ألف الاثنين، خلاص. إذن هذا مخالف للرسم أم لا؟ مخالف للرسم. إذن كثير من الأخطاء التي يقع فيها القارئ نتيجة لوضع النبر في غير موضعه هي مخالفة لرسم المصحف. نستمع إلى أحد الرائعين ليقرأ لنا هذه الشريحة، الشيخ عامر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياكم الله. تفضل. بأكواب وأباريق وكأس من معين، بأكواب وأباريق وكأس. لا هي أباريق لأنه ممنوع من الصرف. يلا. بأكواب وأباريق وكأس من معين. هات ميم. من معين. ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها. رائع بنسبة 90%، لكن ممكن الخطأ يأتي أفضل من ذلك، يعني أسى فعلا أنت فصلتها. ها أسى، أساء فعليها، وضح الاستفهام. يلا. ومن أساء فعليها. أحسنت، هات المثال الذي بعده. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الله، ممتاز. فبدل الذين هذا الخطأ، هذا الخطأ، فبدل خطأ، فبدل الذين ظلموا. طيب الأداء الخاطئ. فبدل الذين ظلموا. الله الله الله، في نبره الشهد الذي تشتاره، أسماعنا والسمع قد يشتاروا. أحسنت، رائع 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 يا شيخ عامر، بارك الله فيك وزادك من فضلك، وأنت أمير من الأمراء، بارك الله فيك. طيب تفضل يا شيخ أحمد، نذهب إلى الرائعات. شيرين، ايوه يا استاذ، تفضل شيخنا. حياك الله، عذرا على التاخير. لا عليك، مرحبا، تفضل. باكواب واباريق وكاس من معين،
أجمعين. ممتاز، هذا الوجه الصح. والوجه الخاطئ بأكواب وأباريق. رائعة ما شاء الله، ممتاز. ومن أساء فعليها. ممتازة، لكن ليست ومن، ومن فعل ماضي، لكن هي الواو زائد من. ومن يعني. ومن ومن أساء فعليها. أحسنت، وليست وليست ومن أساء، ومن أساء فعليها. مثل الذي قرأ، رائعة بنسبة 90%. الهمزة لم تأتي بها منفصلة، افصليها عن أسى. ومن أساء فعليها. ومن أساء فعليها. رائعة، أحسنت، أكملي يلا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ممتاز. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الله الله. فبدل الذين ظلموا قول. ها ليست فبدل ال... فبدل ال... فبدل ال... فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. وليست فبدل الذين ظلموا، هي فعلا ليست هذه، لكن ليست حاجة تانية كمان اللي احنا عايزينها. حاولي كده تقرأيها كما كنت تقرأيها من قبل، ستأتي معك يعني بأدائك السابق القديم. فبدل الذين، لا هي هذه خطأ فعلا، لكن هناك خطأ آخر الذي نريده، يعني هذا خطأ مستبشع من الجميع. الخطأ الذي نريده فبدل الذين، أصبح اثنان بدل. يلا قولي فبدل الذين. طيب أقول لك يا شيرين، هل تعرفين الخطأ الذي تأتين به ماذا يفعل في الكلمة؟ يجعل اللام مع الذين، أصبحت بد بمعنى تفرق. إيه؟ نعم. للذين، بد للذين. إذن هي تنطق بثلاث طرق، سنتعلم هذا كله إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. بدل الذين، بدل الذين، بدل الذين. وأنت رائعة، وأنت أميرة الأمراء، ما شاء الله أداء رائع. مخارج الصفات هي بالأداء فريدة، يزهى بها نبر، ستذكر شأنه العلماء. أحسنت يا شيرين، جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل، وإياك يا رب. نضرب بعض الأمثلة الأخرى أيضا لنعطي فرصة للمتدربين والمتدربات أن يشاركوا. مثلا قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا الأداء المستقيم، ينذر هو واحد، وينذر الذين، الأداء المنحرف، وينذر الذين. إذن أصبح اثنان ينذران، هي وينذر الذين، وليست وينذر الذين. كذلك قوله تعالى فأخذتهم الصيحة، وليست فأخذتهم الصيحة. إذن هناك فارق أيضا في الرسم، يعني وينذر وضعنا ألف، ألف الاثنين. مثلا قوله تعالى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ربي الذي، هذا الأداء المستقيم، نأتي للأداء الخاطئ. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، كأنه ينادي، فأصبحت يا النداء. فانظروا إلى الرسم على اليمين والرسم على اليسار بناء على الأداء مختلف، ونحن مطالبون أن نؤدي القرآن كما هو في المصحف. مثلا قوله تعالى
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، عبادك الصالحين. هذا الأداء المستقيم. الأداء الخاطئ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، عبادك الصالحين. عبادي مثل الصالحين، المعنى تغير وكذلك الرسم تغير بناء على هذا الكلام. وأنا قلت لكم سابقا، لو أنت تحدث برنامج من البرامج التي تكتب وتحول النص المنطوق إلى مكتوب لكتبت هذا الخطأ وبينت لك هذا الخطأ. ربنا ييسر إن شاء الله، ويعني يكون هناك برنامج للأداء المستقيم تنطق فيوضح لك هل نطقت أداء مستقيما أم لا. طيب نذهب إلى رائع من الرائعين المتألقين لنسمع منه هذه الآيات. الشيخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا بك دكتور، كيف الحال؟ الحمد لله بخير، تفضل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ممتاز ما شاء الله، فقط إيه فخم الخاء. اتخذ. أعيد ولا أنتقل؟ لا هات بس الكلمة هذه فقط. اتخذ بس خلاص، هات بقى هات الخطأ يلا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. رائع ما شاء الله. ها الآية التي بعدها. فأخذتهم الصيحة. رائع. الأداء الخاطئ. فأخذتهم الصيحة. يا الله الله، محترف نبر. ها الآية التي بعدها. إذ قال إبراهيم ربي الذي. نعم. إذ قال إبراهيم ربي الذي. هذا أيضا صواب. نعم. إذ قال إبراهيم ربي الذي. هذا أيضا صواب. ربي ال. إذ قال إبراهيم ربي الذي. الله الله، ممتاز. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم ممتاز ما شاء الله. وأدخلني برحمتك في عبادك، في عبادك الصالحين. هذه أيضا صواب. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله الله الله، رائع رائع رائع. انثروا نجوما لهذا الفذ، قد كان نطق محمود شمائله، راق إلى المجد طلاع إلى النبر. وأنت أمير الأمراء أيها الرائع، ممتاز ما شاء الله يا شيخ يوسف. جزاك الله خير. وإياك. طبعا من طرف الشيخ محمد عبد الحميد. ما شاء الله، واضح في أدائك، رائع رائع. أنت والشيخ محمد عبد الحميد، هذا المتألق الذي سيكون له شأن كبير في هذا العلم إن شاء الله. بارك الله فيك. وإياك يا رب. طيب نذهب إلى الرائعات، تفضل يا شيخ أحمد. بسمة، تفضلي يا بسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ممتازة، لكن فقط قولي اتخذ. 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 أحسنت، يلا كملي.
ما شاء الله في النبر ممتازة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أنت تفخمين الذال فقط. اتخذ الله ولدا. هاتي بقى قالوا، هاتي من قالوا عشان المعنى. قالوا اتخذ الله ولدا. ما شاء الله في النبر لم تخطئي، لم تخطئي إلى الآن. يلا الآية التي بعدها رائعة يا بسمة. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأخذتهم الصيحة. فأخذتهم الصيحة مصبحين. أحسنتي ما شاء الله. فأخذتهم الصيحة مصبحين. يا سلام رائع. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ممتازة، بس يحيي سبحان الله أنت فيما أطلبه رائعة، يعني أنت 100% إلى الآن، لكن هذه أشياء أخرى. يحيي، يلا. يحيي ويميت. ممتازة، هات الأداء الخاطئ تكونين أروع ما يكون لو جئت به. يلا. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الله، والله فهمت بسمة النبر، فهمت بسمة ما شاء الله. أكملي يا بسمة. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله الله، ممتاز. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دي يعني إيه؟ 99%، فاضل 1% في عبادك الصالحين. الله، رائعة، ولم تعطي لي فرصة لأصحح لها، وصححت لنفسها. وصوت في سماء النبر يهدي إلى نهج الأداء المستقيم. وأنت أميرة الأميرات يا بسمة، ممتازة ما شاء الله عليك. بارك الله فيك أستاذ. وفيك بارك الله. أريد أن أقول لكن شيئا قبل أن أنسى. هناك كنز للأسف كلكن ما عدا نسبة 5% غافلات عن هذا الكنز. ما هو؟ هو الختمة اليومية الموجودة في الأكاديمية للمدربات والمؤهلات. والله هذا كنز، أنا أقسم. لماذا؟ لأنك ستدخلين نعم لن تقرأي لأنها للمدربات والمؤهلات، لكن نحن فتحنا الباب للاستماع لتستمعي إلى الأداء المستقيم، فاحرصنا على دخول هذه الختمة والاستماع للمدربات والمؤهلات وهن يقرأ كل يوم جزء. ادخلي واستمعي وأنت تقومين بعملك في المنزل، فستفيدين وتشعرين بالفرق وتشعرين بالأداء المستقيم وتشعرين أن هناك أداء آخر أول مرة تعرفينه. كل هذا يتسرب إليك عندما تستمعين إليهن حتى إذا لم تدرسي القواعد. يعني احرصنا على ذلك. كذلك الحلقات الخاصة بالتدريب والتصحيح، لا تتركنا المفروض كل متدربة لها حلقة تصحيح ولها حلقة تدريب، فاحرصنا على حضور الحلقات. وأيضا لك أن تحضري في الحلقات الأخرى احتياطي، ويكون لك دور إذا وافقت المعلمة أو مستمعة، فانتبهنا لذلك. هذه 3 أشهر والله ستفرق معكن في الأداء القرآني وسترين. نعود إلى القاعة. المقياس الثاني الذي عرضناه الآن يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن ما يقع فيه القارئ من مزالق أدائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعه هو مخالف لهذا المقياس موافقة الرسم ولو احتمالا. نأتي للمقياس الثالث، وهذا لن يماري فيه أحد. لا يعقل أن مثل هذه المزالق، وهو صحة السند، هل منا من يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤدي القرآن بأدائه المستقيم، ولم يتلقه الصحابة رضوان الله عليهم بأدائه المستقيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا أفصح العرب ولا فخر، بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد. الله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. والرسول صلى الله عليه وسلم دلت النصوص والأدلة على أن قراءته
كانت قراءة محكمة ومجودة كما علمها إياه جبريل عليه السلام على هذه الكيفية المعروفة. وأكيد الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا عنه القراءة بهذا الأداء المستقيم كما سمعوه من الرسول، فأن لهم مثل هذه المزالق التي تفتقر إلى صحة السند. يقول أستاذ الدكتور شعبان صلاح: هذا المقياس الذي لم يماري فيه أحد، فما وافق العربية والرسم ولم يصح سنده مردود وممنوع، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر. إذن كل مقاييس القراءة الصحيحة ترفض ما يقع فيه الناطق من مزالق أدائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعه. محاضرة اليوم من أولها إلى آخرها الهدف منها أن نحكم على النبر الخاطئ، هل هو من قبيل اللحن أم لا؟ فإذا فتشنا وعدنا نلخص ما قلنا لوجدنا أولاً وجود النبر في جميع اللغات وأنه يؤدي إلى معنى آخر إذا انتقل من موضعه دليل على أن هذا لحن، لأنه يؤدي إلى معنى آخر. كذلك استقامة الأداء القرآني التي هي مطلب شرعي مطالب به المسلم الذي يقرأ القرآن دليل أيضا على أن ما يقع فيه القارئ من مزالق أدائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعه من قبيل اللحن. كذلك إبطال دعوة من يرى أن اللغة العربية ليس بها نبر عن طريق ما تحدثنا فيه من مقارنة بين أدائين، والأدائان موجودان في القرآن الكريم، فكيف سننطق هذا وكيف سننطق ذاك؟ كذلك عندما ذهبنا إلى اللحن عند علماء اللغة وجدنا مفهومه يؤدي إلى الحكم باللحن على هذا الأداء الخاطئ. كذلك عندما ذهبنا إلى اللحن عند علماء التجويد بنوعيه وجدنا أيضا أنه يحكم على مثل هذه المزالق بأنها من قبيل اللحن بل حرام. كذلك عندما ذهبنا إلى أمن اللبس في اللغة العربية، اللي فتح المايك يغلقه، عندما ذهبنا إلى أمن اللبس الذي راعاه القرآن الكريم ووجدناه في السنة النبوية وعند الصحابة والتابعين وعند علماء النحو، بل كتبت فيه رسائل جامعية، فأمن اللبس شيء كلنا يحرص عليه حتى لا يفهم كلام غير المراد. وأخيرا عرضنا هذه الأخطاء على مقاييس القراءة الصحيحة التي قال بها علماء القراءات ولسنا نحن من قلنا بها، ومع ذلك كلها رفضتها شكلا وموضوعا. إذن أقول لكم جملة واعذروني فيها وسامحوني، يعني أنا لا أريد بها إلا أن يتعلم هذا العلم من هو مقتنع به. إلى هذا الحد وإلى ما قلت الآن فكأنها حدود بين من يريد أن يتعلم هذا العلم واقتنع به ومن لم يقتنع إلى الآن. من لم يقتنع إلى الآن لا يتعب نفسه في المحاضرات القادمة ويحضر ليتعلم هذا العلم، من اقتنع به يحضر من المحاضرة القادمة إن شاء الله ليتعلم قواعد هذا العلم. يعني معنى آخر، لن أتعب نفسي في المحاضرات القادمة لأقنع أحدا بالنبر بعد ما قلته في المحاضرة الأولى والثانية، فمن يريد أن يقتنع عليه أن يستمع إلى هاتين المحاضرتين، ومن لم يقتنع فليس عندنا ما يقنعه. فإن شاء الله سنلتقي في المحاضرة القادمة مع قواعد الميزان النبري التي هي كما قلت لكم والله سهلة ويسيرة ويفهمها الأطفال الصغار بإذن الله تعالى. هذه واحدة. أريد أن أنوه إلى مجموعة من الأشياء، منها أن الحضور نحن يعني نرصده إلكترونيا، فطبعا لك أن تحضر كما شئت ولا تحضر كما شئت، لكن من يريد الشهادة شهادة الحضور لابد أن يلتزم بشروط الحضور، وهي أنه يحضر عددا من المحاضرات، وأكيد عندكم في مجموعاتكم شريحة فيها هذه الشروط. كذلك عندكم حلقات تدريب وتصحيح تلاوة، هذه أنا أنصحكم
بحضورها والالتزام فيها، وحتى إذا لم تكن مسجلا في هذه الحلقة ووجدت وقتا للاستماع، أنا أقول لك اسمع وأقسم لك بالله هذه الشهور الثلاثة ستفرق معك في الأداء القرآني ما لم يفرق معك أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة أو كل عمرك الفائت مع القرآن. أنا أقسمت لك، واسألني عن قسمي هذا في نهاية الدورة هذا، لكن بشرط أن تكون غير عالما بالنبر أصلا، لكن لو كنت مجيدا له فخلاص أنت مجيد له فأنت رائع من البداية. أنا أتحدث عن من لم يعرف قواعد النبر ولا قواعد الأداء المستقيم ويقع في مزالق، ستفرق معه وسيتعلم الأداء المستقيم إن شاء الله بإذن الله من المحاضرة القادمة، ونلتقي على خير بإذن الله. لكن نريد أن نرى الأمراء والأميرات الأول حتى لا ننسى. والله يوجد يا شيخ زياد. طيب نذهب إلى أمير الأمراء. الشيخ زياد يسأل: وهل يوجد من لا يقتنع بهذا العلم؟ يوجد للأسف. أمير الأمراء الشيخ مصطفى أحمد علي الرائع الذي يعني بدأ بالمشاركة الرائعة، والشيخ عبد الرحمن جلال، والشيخ وائل، والشيخ سالم العبادي، والشيخ حسين أشرف، والشيخ عامر العويسي، والشيخ يوسف محمد عبد الحميد، والنجوم نجوم اللقاء الشيخ أحمد عبد اللطيف، الشيخ أشرف ربيع زكي، الشيخ عبد الله عمار، الشيخ محمد عطية، الشيخ جاسم محمد، الشيخ خالد عبد الرؤوف، الشيخ محمد البرنس، الشيخ إبراهيم عبد الرؤوف، الشيخ عبد الرحيم رضوان، الشيخ أحمد محمود عبد العاطي، الشيخ عبد المنعم محمد أبو سمرة، الشيخ أحمد ممدوح أحمد، الشيخ عبد القادر مروان. طيب نذهب إلى الرائعات الأميرات وأميرات الأميرات والنجمات. أميرة الأميرات هيلين الرائعة، لا هيلين ملكة الأميرات إن شاء الله، ومريم أحمد، وأميرات الأميرات مريم أحمد ومي محمد وشيرين عبد الغفار حسين وبسمة مباركي، وأميرة اللقاء آلاء ورباب بسيسو. وفي اسم غريب لا يعني لم أكيد الاسم ده فيه غلط، روان روزان، لا أتذكر أني ناديت هذا الاسم، ممكن وشيرو وإيمان وأميرة منا ومنا رزان. طيب رزان، مع أني لم أتذكر أني نطقت اسمي رزان. طيب على العموم رزان. هل هناك أسئلة قبل أن أترككم في رعاية الله وأمنه؟ هل هناك أسئلة؟ لا، لا توجد مشكلة. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم كل الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.